نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. البعثة الطبية العسكرية في بريشيا الإيطالية تواصل مهامها الإنسانية في الإنعاش والتخدير الطبيين، وتقدير إيطالي لجهودها في المساعدة على إنقاذ المرضى من فيروس كورونا. في خضم الحجر الصحي الشامل، وزارة التجارة تؤكد وفرة الإنتاج وانتظام التزويد خلال شهر رمضان، وتعلن توريد أكثر من 60 طنا من اللحوم الحمراء. ترامب يصعد اللهجة إزاء السلطات الصينية ويتعهد بتحميلها المسؤولية في نشر فيروس كورونا في حال ثبوت تورطها في ذلك. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الأخباري. وفي متابعة للحالة الوبائية بمختلف المدن التونسية، أعلن المدير الجهوي للصحة بالقيروان حمدي الحذري صباح اليوم شفاء حالتين من فيروس كورونا من بين الخمسة إصابات المسجلة بولاية القيروان، وهي لشخصين أصيلا الجهة ويقيمان بمركز الحجر الصحي الإجباري بالمنستير. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني أكد، هو أيضا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد تسجيل أول حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا تعود لشاب من بلدية القلعة، وهو من المقيمين بمركز الإيواء الصحي بالمنستيرة. وفي ولاية مدنين لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس. ووفقا للمدير الجهوي للصحة بمدنين جمال الدين حمدي، فإن نتائج التحاليل التي صدرت أمس السبت وعددها 93 تحليلاً بين مخبر معهد باستور والمخبر العسكري بتطاوين كانت سلبية. وفي صفاقس ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 32 حالة، وحالات الشفاء إلى 8 حالات، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة وثلاث حالات شفاء. وأفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي بأن الإصابة الجديدة ناجمة عن حالة عدوى، وهي الأولى منذ 9 أيام كاملة لم تسجل فيها الجهة أي إصابة جديدة. تحدد مساء اليوم مدة التمديد في الحجر الصحي الشامل. وفي حوار تلفزي تجريه القناتان الوطنية الأولى وحنا بعل، ينتظر أن يقدم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تفاصيل عن الحجر الصحي والإجراءات المصاحبة له، من تخفيف في حظر الجولان وتوضيح للوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد. وكان مجلس الأمن القومي قرر في ختام اجتماع عقد مساء أول أمس الجمعة بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر التمديد في الحجر الصحي الشامل على أن تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك. تواصل البعثة الطبية التونسية المرسلة إلى إيطاليا وتحديداً إلى مدينة المركز المالي والاقتصادي ميلانو، تواصل مهامها بنجاعة في إطار مبادرة إنسانية جاءت إثر اتصال هاتفي من رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. وتأتي هذه البادرة الإنسانية في ذروة التصدي لفيروس كورونا الذي تفشى بشكل مخيف في المدن الإيطالية التي طوقتها المصالح الطبية للحيلولة دون انتشار العدوى، وللتصدي لواحدة من كبرى الأزمات الصحية التي تشهدها إيطاليا من حيث أعداد الوفيات أو الإصابات. البعثة الطبية العسكرية التي تتكون من أطباء متطوعين متخصصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي، وكذلك ممرضين متطوعين متخصصين في الإنعاش الطبي والتخدير والإنعاش، كانت محل تقدير من قبل الإطار الطبي والسلطات الإيطالية بالمستوى العالي للفريق الطبي العسكري التونسي الذي تم إيفاده إلى إيطاليا. وقد تسنى لنا التواصل هاتفيا مع النقيب هيثم العسكري من البعثة الطبية. البعثة الصحية المتكونة من 7 أفراد، عدد 2 أطباء مختص في تخدير الإنعاش وطبيب مختص في الأمن البيولوجي، وعدد 5 ممرضين متكونين في تخدير الإنعاش. البعثة هذه وقع توجيه يوم 11 فبراير إلى مقاطعة لومبارديا، أكثر مقاطعة
اللي هي تمست بالفيروس هذه، وهذا في اطار معناه بدرا اللي في اطار. وزاده نحب ناكد على حاجه اللي هي كلها مكونه من عسكريين متطوعين. هو نطاق اختصاصنا تريكاتو شويه، احنا نطاق اختصاصنا هو الانعاش الطبي في الحالات هذوما، والحالات هذوما نعرفوا اللي برشا حالات منهم تتعكر وتستوجب السيجور اون ريانيماسيون يسمى الاقامه بوحده الانعاش. فهمنا من عند الجانب الايطالي اللي هم في نقص كبير للكوادر هذوما نتاع التخدير والانعاش، وهذاك علاش كان هذا في صميم المهمه نتاعنا اللي نخدموا فيها توا. احنا هنا ايتي اغريابلمون سيربري بعدد التوانسه اللي يعيشوا في المقاطعه هذه، وعدد التوانسه اللي يعيشوا في المدينه احنا فيها توا اللي هي بغاشيا، واللي هما جاوا واستقبلونا وسلموا علينا. احنا الحمد لله ما لقينا حتى حاله نتاع توانسه في الانعاش اللحظه الحاليه. ممكن سبقونا شويه، احنا كحكينا مع القنصل والسلطات المحليه سمعنا ثم قبل ما نجي واحنا فما حالات نتاع توانسه، ولكن في اللحظه الحاليه نجم ناكد لك اللي ما فما حتى حاله نتاع شخص من ذو جنسيه تونسيه متواجد حاليا مقيم في السبيطار. وعن ظروف التأقلم السريع مع المستشفيات الإيطالية، أفاد النقيب هيثم العسكري أنها تمت بيسر ولم تستوجب أكثر من يومين. نعطيهم الخبرات نتاعنا في التعامل مع المرضى هذوما، هما يعطيونا سكون ابيلو اكسبيريونس، سيرتو هما اللي واجهوا عدد كبير نتاع المرضى هذوما، دونك هما يتسموا اكثر من خبره، ولكن احنا زاد عندنا خبره في ميداننا في الانعاش، دونك التلقيح باش يكون دون فاسون كومبليمونتير، معناها التكامل اكثر منه، خاطر احنا طبائنا والممرضين نتاعنا الكلهم ذو خبرات، ما نحكيش حتى اللي معايا حتى اللي في تونس، كلهم تكوينهم جيد جدا اللي يخليهم كفء اكثر من كفء انهم يتعاملوا مع المرضى هذوما. وهذاك علاش احنا ما حسيناش رواحنا هنا في ايطاليا سكون ابل دي بيزي، ما حسيناش رواحنا غريبين على الميدان، بالعكس من النهار معناها قعد في ظرف 24 48 ساعه تاقلمنا على السيستم سانيتير نتاعهم، وتاقلمنا على نوعيه الخدمه نتاعهم. تعرف الخدمه تختلف من سبيطار لسبيطار ومن دوله لدوله، ولكن الاختلافات هذوما في ساعه تلافيناها وفي ساعه تاقلمنا عليها، وفي ظرف 48 ساعه بدينا نخدموا دي فاسون افيكاس وانا انتجري ليكيب سون بروبليم. ومعنا عبر الهاتف مباشرة رئيس رابطة جمعيات التونسيين بالخارج رضا المشرقي. سيد المشرقي، أهلا بك، وإضافة إلى الجهود الطبية التونسية، هناك تعاون وثيق سجل في الأيام الأخيرة من مبادرات من المجتمع المدني للتعاون مع الأصدقاء الإيطاليين، فهل من فكرة عن هذه المبادرات حتى وإن كانت ثنائية؟ اهلا وسهلا ومرحبا بالساده المشاهدين، وشكرا للقناه الوطنيه على اتاحه الفرصه. نعم، في الحقيقه منذ فتره والمجتمع المدني التونسي بصفه خاصه يعمل ويقدم الخدمات للجاليه التونسيه المتواجده في كامل انحاء ايطاليا، وحسب امكانياته وبالتنسيق مع السلطه الرسميه التونسيه والسلطه المحليه ايضا الايطاليه، وفي ذلك خاصه في العائلات المعوزه والمحدودة الدخل تقدم لهم المساعدات على رغم يعني ربما بساطتها، ولكن تركت أثر جيد في لدى العائلات التي استطعنا أن نتواصل معها. وفي هذا النطاق وبمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم عافاه الله علينا وعليكم باليمن والخير، بدأنا في كذلك مع المجتمع المدني في حملة تسمى قفة رمضان، حتى نعم. نقدم من خلالها المساعدات للعائلات التونسيه وحتى غير التونسيه مما تحتاج تقديم لها المساعدات في هذا الظرف الصعب. نعم سيد المشرقي، التونسيون في ايطاليا من طلبه وعالقين وزوار لاهاليهم
انتهت مدة إقامتهم، يبدو أنه حسب قولكم غير مشمولين برحلات العودة، وتدعون الوزارة إلى التدارك وتنظيم رحلات لهؤلاء؟ نعم، أصدرت رابطة جمعيات تونسية بالفعل البارحة نعم. بيانا تستغيث فيه السلطات التونسية وتعبر عن خيبة أملها حقيقة، وعن يعني استغرابها من استثناء الجالية التونسية في مسألة إجلاء رعايا التونسيين. فنحن في إيطاليا لنا طلبة انتهت دراساتهم وهم معلقون، وهناك سواح ومرضى وتجار، يعني ناس يتاجرون يعني محتاجين للعودة، عائلات نصفها في تونس ونصفها الآخر في إيطاليا لا يعرفون ماذا يفعلون. يعني حقيقة الجثامين بتاع الموتى الذين توفوا، هناك موتى توفوا من 9 مارس أكثر من شهر، وعائلاتهم تنتظر إجلاءهم. كنا نود عندما أتت البعثة الطبية أن يتم إجلاء هؤلاء، ولكن للأسف لم يتم. فنأمل ونناشد وزارة الخارجية ووزارة النقل ورئاسة الجمهورية على تمكين الجالية التونسية المعلقة في إيطاليا وفي تونس، من يكفي رحلة من تونس إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى تونس حتى تنتهي هذه المحنة التي يعانيها جزء كبير من التونسيين في إيطاليا. السيد رضا المشرقي، رئيس رابطة جمعيات التونسيين بالخارج، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من إيطاليا، شكرا لكم على هذه التوضيحات. وفي هذا السياق أكدت وزارة الشؤون الخارجية على لسان المكلف بالأعلام بالوزارة بوراوي الإمام أمس أن الأمر رهين فتح المجال الجوي ببلدان الإقامة، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا توجد إلى حد الساعة إحصائيات دقيقة حول عدد المهاجرين التونسيين الراغبين في العودة إلى بلدان الإقامة، مؤكدا أن السلطات التونسية مستعدة لتنظيم رحلات العودة حال مبادرة البلدان برفع قيودها على السفر. وكان عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج ممن عادوا في زيارات قصيرة إلى تونس وجدوا أنفسهم عالقين وغير قادرين على العودة إلى دول الاستقبال التي أغلقت حدودها ومجالاتها الجوية، وكذلك الشأن بالنسبة لتونس، وذلك في إطار إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا. قبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم، أكدت وزارة التجارة أن مختلف المواد الاستهلاكية متوفرة في الأسواق وأن التزويد مستمر بشكل عادي، مشددة على توفر مخزونات تعديلية هامة في عدد من المواد. قبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم، تشهد الأسواق تزويدا عاديا بمختلف المواد الاستهلاكية نتيجة تنوع الإنتاج الفلاحي ووفرته. وقد أكدت وزارة التجارة أن المواد الاستهلاكية متوفرة لتلبية حاجيات المواطنين لشهر رمضان وما بعده. كل المواد الفلاحية بإذن الله متوفرة في الأسواق وتوفي بالطلب على الاستهلاك، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم. هناك مخزون في حدود 35 مليون بيضاء مع المهنيين لتعديل السوق. أيضا هناك كميات من اللحم الدجاج اللي احنا نستهلك إنتاج تقريبا 11 مليون طن في اللحم، وهناك تقريبا 1.5 إلى 2 مليون طن مخزون. وقد أكدت وزارة التجارة توفر كميات هامة من اللحوم البيضاء والحمراء وتوريدها كميات إضافية من لحوم الأبقار لتعديل السوق خلال شهر رمضان حتى عودة العمل في أسواق الدواب. نوفر هذه المادة من لحم البقر، التجأنا إلى توريد كميات قليلة من لحم البقر خاصة طيلة شهر رمضان، حدود 60 إلى 80 طرناطة طيلة شهر رمضان. ثم نقيم الموضوع وتمنى أن يرفع هذا الوباء حتى تعود الحياة إلى طبيعتها وتعود أسواق الدواب لتمكن التجار والقصابين من اقتناء حاجياتهم. الوزارة اعتبرت أيضا أن وفرة الإنتاج الفلاحي وانتظام مسالك التوزيع ساهم في استقرار الأسعار. احنا لاحظنا في الفترة هذه أن تراجع واضح لأسعار الخضر بشكل واضح، فيما يتعلق بأسعار اللحوم خاصة اللحوم الحمراء كما قلت
نتيجة غلق أسواق الدواب حصل ضغط على في الأسعار وحتى على الكميات. بالنسبة لأسعار اللحوم البيضاء تقديري أسعار معدولة في السوق، ما فيهاش إشكال الآن، مش في حالة ارتفاع، بالعكس هي في حالة تراجع. إذا حصل أي ارتفاع نتفق مع المهنة ونحدد الأسعار، ثم حتى إشكال في الجانب هذا. قطاع فلاحي ومسالك توزيع وتصنيع لم توقف إجراءات الحجر الصحي دواليبها من أجل تمكين المواطن التونسي من أمنه الغذائي، سيواصل وفقا للمسؤولين العمل بنفس النسق خلال شهر رمضان. حثت هيئة كبار العلماء وهي أعلى جهة دينية بالمملكة العربية السعودية، حثت المسلمين في أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا. وأضافت الهيئة أنه ينبغي أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى. وتوقياً من فيروس كورونا المستجد وفي إطار سياسة الحد من انتشار الوباء، أعلنت كل من الجزائر والمغرب تمديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار وباء كوفيد-19، وذلك حتى 29 من أفريل الجاري و20 ماي على التوالي، مع ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة. في الوقت الذي تتكبد فيه الولايات المتحدة الأمريكية خسائر في الأرواح هي الأعلى في العالم بفيروس كورونا، خرج مئات المواطنين في عدد من الولايات الأمريكية للمطالبة بإنهاء الحجر الصحي. يأتي هذا التطور فيما حذرت واشنطن بكين من تبعات محتملة في حال ثبت أنها مسؤولة عن نشر الوبائي في العالم. مصاعدا من لهجته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين من عواقب لم يكشف النقاب عنها إذا ثبت أنها مسؤولة عن عمد عن جائحة فيروس كورونا وانتشارها في بقاع العالم. وكان ترامب ومساعدون كبار قد انتقدوا الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان. وعلق ترامب الأسبوع الماضي المساعدات لمنظمة الصحة العالمية متهما إياها بالتحيز للصين. في الأثناء سارعت الصين بالرد على ما يتم تداوله من اتهامات بشأن مسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا المستجد، ليخرج المختبر الصيني في ووهان بؤرة الوباء العالمي المتهم بالتسبب في انتشار الفيروس يخرج عن صمته. فقد نفى مدير المختبر الصيني أي مسؤولية في انتشار الوباء، مؤكدا أنه من المستحيل أن يكون فيروس كورونا أو كوفيد-19 صادرا عن المختبر ومتسربا منه. وفي هذا السياق انتقد المصدر نفسه وسائل الإعلام التي تحاول عمدا خداع الناس على حد تعبيره بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات دون أدلة. وبين الاتهام والنفي يوصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح وتسجيل المزيد من الإصابات في أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم وتحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات، اقتربت حصيلة الوفيات فيها من حاجز 40 ألف حالة وفاة، وتخطت الإصابات عتبة 730 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 حسب آخر إحصائيات جامعة جونز هوبكينز اليوم. وتوازياً مع الحصيلة الثقيلة التي تتكبدها الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت عدة ولايات مظاهرات على غرار كاليفورنيا مروراً بتكساس وأوهايو للمطالبة بإنهاء إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المواطنين من قبل السلطات الأمريكية لاحتواء فيروس كورونا. في أخبار الرياضة، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل الدور النهائي لبطولتي كأس رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر. وقال بيان للكاف إنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي المسابقتين الإفريقيتين للأندية بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا المستجد، تقرر تأجيل نهائي رابطة أبطال إفريقيا ونهائي كأس الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى. وكان مقرراً إقامة نهائي رابطة الأبطال في الكاميرون في 29 من ماي المقبل، ونهائي كأس الكونفدرالية في 24 في الشهر ذاته في المغرب.
قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الاستمرار في صفوف ميلان لمدة موسم إضافي شرط دخول الإدارة بقوة في سوق الانتقالات القادم ودعم الفريق بأسماء قادرة على المنافسة حسب ما أوردته الصحافة المحلية. وأبلغ المهاجم المقربين منه برغبته في الاستمرار حتى صيف 21 و2000 في حال جلب مجموعة من اللاعبين المميزين حتى يستطيع الميلان العودة إلى المسار الصحيح. يبدو أن وباء كورونا ورغم بشعته أفرز سمات ثقافية وإنسانية كثيرة في هذا العالم، عبر عنها مشاهير من مختلف أنحاء العالم من خلال عرض فني ضخم نقل مباشرة عبر شاشات الكمبيوتر وعبر عدة قنوات تلفزيونية في رسالة حب وامتنان للجيوش البيضاء وللعاملين في الصفوف الأمامية. بعد الحفلات من شرفات المنازل عبر العالم، رسالة حب أخرى أطلقها مشاهير الفن العالمي في عرض فني ضخم نقل مباشرة عبر شاشات الكمبيوتر وعدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة وغيرها. هذا الظرف النفسي الاستثنائي لا لغة توحده العالم فيه سوى الموسيقى. عالم واحد معا في البيت هو عنوان الرسالة التي أطلقتها ليدي غاغا وغيرها من مشاهير العالم في لمسة وفاء وامتنان للمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد وغيرها من العاملين في الصفوف الأمامية وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل في هذا الظرف. هذا الحفل الافتراضي الضخم الذي يصعب أن يجمعها هذه اللوحة الفسيفسائية من مشاهير الفن والكوميديا والرياضة وغيرها في مكان واحد يأتي في أشد مراحل حرجا لمنظمة الصحة العالمية التي أشرفت على تنظيمه بمشاركة مجموعة جلوبال سيتيزن غير الربحية، ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص في كل أنحاء العالم لإنقاذ المؤسسة الصحية العالمية. يبدو أن الوباء رغم بشاعته أفرز سمات ثقافية وإنسانية كثيرة في هذا العالم، وامتدت كلمات التشجيع على تخطي المرحلة الصعبة بالوقوف إلى جانب الجيوش البيضاء. حتى لغة الصمت كانت مدوية بين مختلف الأصوات بجميع اللغات حتى العربية منها بمشاركة الفنان العربي حسين الجسمي. بطاقة شكر وتكريم للعاملين في الخطوط الأمامية، فقد تفعل الموسيقى ما عجزت عنه مجالات أخرى بنشر رسالة الوعي على تحمل المسؤولية معا لقهر الوباء. ختام النشرة مشاهدين الكرام، ونذكركم بأبرز عناوينها. البعثة الطبية العسكرية في بريشيا الإيطالية تواصل مهامها الإنسانية في الإنعاش والتخدير الطبيين، وتقدير إيطالي لجهودها في المساعدة على إنقاذ المرضى من فيروس كورونا. في خضم الحجر الصحي الشامل، وزارة التجارة تؤكد وفرة الإنتاج وانتظام التزويد خلال شهر رمضان، وتعلن توريد أكثر من 60 طنا من اللحوم الحمراء. ترامب يصعد اللهجة إزاء السلطات الصينية ويتعهد بتحميلها المسؤولية في نشر فيروس كورونا في حال ثبوت تورطها في ذلك. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.